قنوات كان بيتذاع. يعني مفيش حاجه حصلت زياده عشان بس ما نزيدش على الكلام ده. السنه اللي فاتت كان بيتذاع برضه في الحياه وفي النيل للرياضه وساعات النهار وساعات صدى البلد. ففي النهايه برضه الدوري كان بيتذاع في ثلاث قنوات. احنا في النهايه بنوعد المشاهد المصري بمتعه بصريه من خلال قناه الحياه، القناه رقم واحد في مصر الاولى اللي احنا بنتشرف بشكل برو ميديا ان احنا الوكيل الاعلامي ليها، وايضا القناه الصاعده الواعده قناه تيم اللي بيشرفنا رئيس مجلس ادارتها الدكتور عماد جاد والاستاذ شادي رئيس الشركه. احنا بنوعدهم من خلال استوديوهين كبار ومهمين هما الاهم، استوديو الحياه اللي بيقدمه الاعلامي الكبير الاستاذ سيف زاهر،